أشرف حكيمي يفاجئ حكيم زياش بشيء مثير وخطير بعد وقوع فريق تشيلسي مع العملاق الإيطالي البيج ميلان في قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا. وإليكم التفاصيل. في البدايات يا سادة يا كرام، فريق باريس سان جيرمان والذي يلعب له النجم المغربي أشرف حكيمي وقع في مجموعة تضم يوفنتوس وبنفيكا ومكابي، أما فريق تشيلسي الإنجليزي والذي يلعب له النجم المغربي حكيم زياش وقع في مجموعة تضم سالزبورج النمساوي وميلان الإيطالي ودينامو زغرب الكرواتي. وبعد إجراء القرعة مباشرة خرج النجم المغربي أشرف حكيمي في تصريحات خطيرة ونارية على الهواء مباشرة فاجأ بها مواطنه حكيم زياش، حيث أكد أشرف حكيمي أنه يرى بأن فريق تشيلسي وفريق ميلان هما المرشحين الأوفر حظا للصعود من هذه المجموعة. كما أكد أشرف حكيمي أنه يرى أن حكيم زياش سيكون له الدور مهم جدا وعامل حاسم جدا في صعود فريقه تشيلسي إلى الأدوار الحاسمة من بطولة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم. كما أكد أشرف حكيمي أن فريق تشيلسي يمتلك أسماء جبارة وأسماء رنانة في الناحية الهجومية على رأسها حكيم زياش وكالوم هوتسون أودوي وكريستان بوليزيتش وأيضا رحيم ستيرلينج وموسن ماونت وكي هافرتس، قادرة هذه الأسماء على قيادة الفريق نحو الصعود بعيدا في هذه النسخة من دوري أبطال أوروبا اللي تشامبيونز ليج.